بسم الله الرحمن الرحيم. انا كنت وعدتكم ان احنا هنبدا نشتغل الشغل بتاعنا بتاع البروسيس كوستنج سيستم بس باي يوزنج اكسل. يعني انا مش هسالك فيها في الامتحان، لكن هي حاجه مهمه جدا انك تبقى عارفها، لان مفيش محاسب ما بيشتغلش بالاكسل. الاكسل دوت في الاوفيس حاجه زي الوورد وزي الباوربوينت كده، لازم تتعلم فكرته ايه. اللعبه بتاعتنا سهله جدا، احنا قلنا اي سؤال بنحله بنعمل له سمري وبنعمل له تيبل. التيبل ده هنسميه كوست برودكشن ورك شيت. ورك شيت يعني جدول او تيبل. اول حاجه لما نيجي نعمل السمري، اتفقنا ان احنا بنقسم السمري بتاعنا نوعين، حته في الاول ها لليونتس اللي هو فلو برودكشن يونتس، وحته تحت للكوست. فبكتب انا الاول بيجيننج ورك بروسيس بلس ستارتد يطلع توتال انبوت، الكومبليتد بلس الاندنج يطلع توتال اوت، ونكتب تحت الكوست. هنفترض ان احنا فيرست ديبارتمنت زي اللي احنا عملناه مع بعض في المحاضره اللي فاتت، عندنا ادد كوست نوعين بس، ماتيريال وكونفرشن. تعالى نحط الارقام. فاكر كان الستارتد يونت بتاعتنا كانت كام؟ احنا قلنا هنخلي البيجيننج زيرو على اساس ان دوت السؤال الاولاني اللي مش عايزين ندخل فيه مشاكل، فقلنا عندنا 35000. شفت مجرد ما كتبت 35000 طلع لي رقمين. تعالى نشوف الرقم ده ايه، ده توتال ايه؟ انبوت. يعني الخليه دي السيل دي هي توتال الاثنين دول مع بعض. فانا باجي اعمل ايكويشن لديت، اي ايكويشن بتتعمل بتقول يساوي الاول. الاساوي معناها فورمولا، معناها معادله. فبتقول له ان السيل الرقم اللي هيتكتب هنا هو يساوي، هيساوي ده وده. فبتقول له ايه؟ تعالى نمسحه دي كده. نقول له يساوي، يبقى السيل دي هتساوي الخليه دي بلس الخليه دي. واقوم دايس انتر فيطلع لي 35. يعني معنى كده لو جيت كتبت هنا رقم وكتبت 1000 مثلا ودوست انتر تلاقي بقى 36، لان ده بيجيننج ورك بروسيس بلس ستارتد يساوي التوتال انبوت. احنا هنفترض طبعا ان دوت زيرو، فيبقى التوتال انبوت 35. خدت بالك ان التوتال اوت بوت اوتوماتيكلي طلع 35؟ اه، ما التوتال اوت بوت دي انا قايل له من الاول ان التوتال اوت بوت السيل بتاعتنا دي ليها اسم. بص اسمها ايه؟ بي، ده العمود 7. يبقى كل سيل ليها اسم، اسم العمود واسم الصف. يبقى السيل دي بي 7. انت عايز البي 7 تساوي مين؟ تساوي دي، تساوي البي 4. يبقى هنيجي هنا كده ونكتبه يساوي، يعني عايز اللي يظهر هنا يساوي الناتج اللي طالع هنا، فبقول له ده يساوي ده، يبقى دي هتساوي بي 4. وادوس انتر. اي رقم يطلع هنا فوق لو غيرنا دوت خليناه 1000 هتلاقي بقت 36، بقت 36. احنا حطينا رول ان التوتال انبوت ماست توتال ماست ايكوال توتال اوتبوت. جميل، يبقى كده عندنا 0 بيجيننج ستارت 35، وبعدين عندي توتال انبوت 35، اوتوماتيكلي طلع التوتال اوتبوت 35. حلو قوي. كان عندنا كومبليتد ب 30000. طب والورك بروسيس يطلع بكام؟ احسبه. تعرف تحسبه؟ اه، هو التوتال ده ناقص الكومبليتد. فلو جينا على الخليه ديت عايزين نجيب قيمتها، فنقول يساوي ها التوتال، هنقول يساوي التوتال ده تمام ناقص مين؟ يعني الاندنج يساوي توتال اوت بوت ناقص الكومبليتد. فبقول له ناقص الخليه دي واقول له يساوي، فتلاقيها طلعت بخمسة. ازاي طلعت بخمسة؟ ما ده 35 وده ب 30 يبقى ده 5. تعالى بقى، انت كده عملت المعادلات صح؟ تعالى نلغي الارقام. لو جينا لغينا الارقام دي عملنا ديليت ديليت، احنا قلنا ديت بتساوي، عشان ما نمسحش الفورمولا، هنمسح الارقام مش هنمسح الفورمولا، دي هتساوي ديت. تعالى نمسحه بقى اللي فوق ده الستارتد ده ونخليه زيرو، كلها بقت زيرو. طب تعالى نشيل الكومبليت نخليه زيرو، كلها بقت زيرو كده، انت فاضي اهو. تعالى نحط ارقام. الورك بروسيس هنخليه زيرو، الستارتد يونت نخليها 35، فيطلع لك التوتال انبوت 35، توتال اوت بوت 35، والاندنج بتاعك طلع 35. تعرف ليه؟ عشان الكومبليتد كام؟ زيرو. ما انت ما قلتلوش ان في حاجه كومبليتد. تعالى نقول له بقى في كومبليتد 30000،
فتلاقي الاندنج اتغير بقى كام؟ بقى 5. يبقى السمري ممكن يتعمل بالاكسل بسهوله جدا. تعالى على الكوست، كان عندنا 105,000 كوست اوف ماتيريال، وكان عندنا 62,000 كوست اوف كونفرجن، دي جيفن. وكان عندنا برسنتج اوف كومبليشن لو تفتكر 100% للماتيريال، وايه كمان؟ و 20% للكومبليشن. يبقى انا كده حطيت السمري بتاعي. طبعا اجي بعد كده اعمل بقى الجدول. الجدول بتاعي شكله عامل كده. ادي الجزء بتاع اليونتس، هبدا بالكوست برودكشن شيت، وهبدا اقول بيجيننج ورك ان بروسيس زائد ستارتد، يطلع توتال انبوت، وادي الكومبليتد، وادي الاندنج، وادي التوتال اوتبوت. احنا قلنا البيجيننج زيرو، كان عندنا الستارتد من السمري بكام؟ 35,000. شوف كلها اتملت ارقام ازاي؟ ليه؟ احنا لو جينا مسحنا ده اتملت ارقام ليه؟ عشان دي توتال انبوت، الخليه دي بتساوي الخليه دي دي بتساوي البي 5، توتال اوتبوت دي بتساوي البي 5. طب والبي 5 دي بتساوي ايه؟ تعالى نشوف كده. بتساوي ها الخليه دي هتساوي ايه؟ هتساوي ديت بلس ديت. جميل. طب والكوست اللي هنجيبوها؟ هنكتبه الكوست هنا وهيبدا هو يجمعها، فدي بقى مجموع سي 10 دي 10. ايه السي 10؟ هي دي. تعالى نجيبوها كده تاني، نمسحه ديت اصلا. دي توتال كوست، التوتال كوست بيساوي ايه؟ بيساوي الكوست اوف ماتيريال، صح؟ انا هطلع فوق كده واكتب توتال كوست بتساوي ايكوال الخليه دي الاول كونفرجن بلس الخليه دي تعديها سي 10 سي 10 وادوس انتر. تعالى نحط اي ارقام، لو حطينا هنا 10 وحطينا هنا 20 يطلع مجموعهم 30، يبقى الخليه دي مجموع الاثنين دولت. يبقى انا بحدد الشغل بتاعي الاول، احدد الشغل بتاعي الاول. اجي اقول هنا فاكر التوتال اوت بوت كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي توتال انبوت. طب الاندنج ورك ان بروسيس كان عباره عن التوتال اوت بوت اللي هي بي 8 ماينس بي 6، صح؟ يعني ده كان بيساوي ده ناقص ده. طب فاكر الحته دي عملناها حمراء ليه؟ احنا قلنا ما بنحسبش ايكويفالنت يونت للانبوت للثلاث سطور الاولانيين، فدولت حمر ما فيش شغل فيهم. طب فاكر ده كان بيتحسب ايه؟ ده كنا بنضرب البي 6 اللي هي النمبر اوف يونتس دي في 100% اهي، يبقى ديت بي 6 تايم 100% ودي 100%. طب فاكر الورك ان بروسيس؟ كنا بنضرب اول واحده كان عندنا 100% ماتيريال، وكان عندنا كام في المية؟ 20%. فهناخد الخليه دي الفيزيك نضربها في 100% تديني ايكويفالنت، يبقى بي 7 في 100%، وناخد دي بي 7 20% واجمع، يبقى ده مجموع سميشن سي 6 وسي 7، مجموع الاثنين اللي فوقيه، وده سميشن سي 6 وسي 7. طب تعالى نحط ارقام. هنقول البيجيننج بزيرو، تعالى نحط الستارتد كان 35,000 انتر، اتملت ارقام. شفت ازاي؟ هتقول لي بس الارقام دي غلط. طبعا غلط، لان احنا ما حطيناش الكومبليتد. حط الكومبليتد 30 تلاقي بقى 5، وتلاقي ال 30 بقى الايكويفالنت بتاعها 30 والكونفرجن 30. ال 5 مضروبه في 100% ب 5 مضروبه في 20% ب 1000، وجمعهم طلع التوتال بتاعهم. وطلع تحت الايكويفالنت يونتس، مش انت قلت لي تحت هتاخد الكوست تقسمه على الايكويفالنت يونتس؟ فانا قال لك دي من دي، فكان الخليه دي بتساوي سي 8، بتقول له انقل لي الرقم ده التوتال ده هنا، وانقل لي التوتال ده هنا. طب تعالى نحط الكوست، الكوست دي كانت 62,000 لو تفتكر، والكوست دي كانت 105,000. طب يطلع مجموعهم كام؟ يبقى تعالى نعمله هنا كوست ادد الخليه دي، تعالى نشوف تساوي ايه؟ هتساوي ديت بلس ديت ونعمل انتر، فتطلع 167. خدت بالك انه اول ما طلع 167 السؤال اتحل، لان هو قسم ده على ده وطلع 3، قسم ده على ده وطلع 2،
جه تحت خد التوتال الاول اهو، مش انا قايل له ان دي بتساوي بي 10؟ فين بي 10 اهي، قلت له ان التوتال ده هو نفس التوتال ده. جميل. طب وعمل ايه؟ حسب من تحت لفوق زي ما اتعلمنا، حسب الاول الاثنين، فالاثنين دي جابها منين؟ خد الالف دي، اسمها ايه الالف دي؟ دي ها 7 اهي مكتوبه فوق اهي، دي 7 اللي هي الايكويفالنت يونتس اوف كونفرجن، ضربها في 2 الاثنين اللي هي ايه؟ دي 12، وقام طالع لي ال2000، فال2000 هي دي 7 تايمز دي 12. طب تعالى ال15 دي بتساوي ايه؟ بتساوي ال 5000 مضروبين في 3، فلو جينا على ال 15 تلاقي سي العمود ده سي، سي 7 مضروب في 3 تلاقي ب 15. امال ده ايه؟ ده مجموع الاثنين دول، وانس انك جمعتهم يطرح لك ده من ده يطلع ده. طب تعالى اجرب معاك حاجه، لو انا جيت السؤال دوت وغيرت لك الكوست بتاعته، يعني ده مش 62 هنخليها 90، وجيت على دوت غيرته خليته 200 عملت انتر، الدنيا اتغيرت بقت الكوست 5.73، وحسب لي تحت الكوست بتاع الاندنج انفنتوري وحسب لي ايه. يبقى انت ممكن لو عملت اكسل حطيت فيه الفورمولاز بتاعتك، مجرد ما بتغير الارقام ادي 100000 وادي 200 وتدوس انتر، الدنيا اتغيرت، الدنيا اتظبطت. تعالى خلي ديت 5 خليها 70000، فبص تلاقي الدنيا اتغيرت، وعشان دي ميزه الاكسل، مجرد ما تغير رقم المعادلات كلها تتغير. تعال نغير الستارت يونت دي ليه 30 35، ما تيجي نخلوها 40، هتلاقي 40 بقى التوتال 40، بقى الكومبليت ال 30، بقى الاندنج كام؟ 10، وجا تحت قسم على ال 40 وحسب الايكويفالنت يونتس 40 و32 اهي، طلع كوست جديده وطلع لك الشغل بتاعك. يبقى انت لو فاهم التكنيك وقدرت تعمل الايكويشنز سليمه جوه الاكسل هيحل لك الدنيا وهتبقى سهل. عايزك تجرب، عايزك تمسح الاكسل وتبدا تجرب، تعمل واحده سمري تحط فيها الارقام من السؤال بتاعنا، وبعدين غير انت الارقام، وبعدين اعمل كوست برودكشن شيت اللي هو الجدول بتاعنا بنفس الطريقه وغير فيه الارقام ديت، هتلاقي ان شاء الله العمليه سهله، ومره في مره هنشتغل اكسل هتبقى سهله باذن الله. يلا ربنا يوفقك.